زي حريم السلطان كده. شفت انا رديت عليه ازاي؟ ما شاء الله عليك، رد معتبر. الرد ده بيسموه رد دبلوماسي، رفضتيه من غير ما تحرجيه. رفضت مين يا مكوس؟ مش مهم يا سندس، بعدين. البت كوريا اول مره اتاخر كده بالليل، بتصل بيها بالتليفون ما بتردش، قلبي وكني عليها، هنزل ادور عليها واول ما تاجي بيطمنيني بالتليفون. مش هتاكلني الزبادي؟ هتاكلك. هاكليه انا اللي هاكلك يا سندس. تعالي يلا بالهنا والشفا. هتودينا زور النبي؟ اوعدك يا سندس، اول ما اخلص من اللي انا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمره مع بعض هناك. اه عند النبي. اه قولي والنبي. والنبي يا سندس. انت كذابه يا اختي وبيع الكلام. هوديكي وهتشوفي، كل انت بس وادعي لي يا سندس. لا يا رب. مالك يا بنت؟ في ايه؟ ايه يا كوريا في ايه؟ قلقتيني عليكي، انت كنتي فين؟ خليك لسه نازل يدور عليكي. انت بتعيطي في ايه؟ مالك؟ ابراهيم تاني. ابراهيم ماله؟ خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه. كباريه؟ كوريا 100 مرة إبراهيم ده مش مظبوط، مش مريح، مريب كده يعني. ده حتى علاء قال لي إن سكته كلها غلط ومش تمام. بصراحة هو قال لي إنك لازم تفسخي خطوبتك منه. يا ما حذرته، قلت له يا هيما بلاش، يا هيما هتزعل مني. يا كبدكي فاضل لك مرة. مفيش، كأني بكلم نفسي بالظبط. معلش، كويس إنك كشفتي على حقيقته، ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه أحسن منه. أنا الغلطانة، أنا كل مرة كنت أوتر بنفسي 100 جزمة، وبعدين أرجع أقول معلش يا بنت أنتي بتحبيه، معلش يا بنت كلنا بنغلط، مفيش فايدة. معلش يا كوريا معلش، هما الرجالة كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق، هو كظابط قدر يعني يقرأ ويفهم. هم الصباط برضو ليهم نظرة في الناس مختلفة غيرنا، ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ هو انا ناقصاكي ولا ناقصة ظابط بتاعك؟ بقولك ايه، اطلعي بره، انا مش عايزاك، انا عايزة اقعد بطول. تعرفي يا كوريا، انت تستاهلي اللي بيعمله فيك ابراهيم، بس انا هعمل باصلي، هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك. خليك يا شيخ، روحي كده. ماشي يا براهيم، ماشي. تعمل ايه لما ترجع؟ معرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقه، هناك زي هنا بالظبط. وانت فاكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجه، كان هيهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقولك يا سارة، ما تنامي أحسن، بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عاملالي عقلة وفيلسوفة وكل ده عشان مش عايزة تحسي إن حياتك تافهة. علمك بقى حياتك تافهة وهتفضل تافهة. على فكرة أنا حياتي مش تافهة خالص، على الأقل ما بهربش من نفسي. لا ده أنا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر، ومتفقين على كل حاجة أنا بعملها. ياد يا سكة يا ولا، قوم يا ولا. طيب عدي على البيت. حاضر. مين؟ اوعى ياما بس. مين؟ ايه يا عم؟ عيل وقت والدك ولا غفلان عملتك صح. يا خرابي يا ابراهيم، يا خرابي. انت اللي قلت كوريا انا شغال في الكباريه. وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياد، وانا اللي مديك عربيتي بتستهدى منها. طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده شيطان ودخل بينكم يا كوريا. والله العظيم يا كبداكي ما قلت لها حاجه، ولا اعرف اصلا انت شغال في كباريه. كوريا اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله، استهدى بالله، واسترجل كده يا واد. الله، انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل وشكمها يا ولا. طيب ابراهيم، ده لو السكين على رقبتي يا جدع سرك يدفن معايا.
سلام، هو ما قدرش على الحمار هيدور على البردعة. نادر، الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتيني قوي. الله يسلمك. دستور. دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ست عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحمي. يا ست نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي وان، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريده حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روحي يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود. ربنا يحميكي من الميكانيكي، وعيون الناس بصاصه، وانا ما يرضينيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقعدت بيت شاب اعسب مفتول العضلات ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بط حتى، هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول طعون ده صايع لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي. أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت شغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. ما شبتش من الله، ربت تغني. إيه يا حبيبي؟ صح النوم؟ ده أنا قلت اعمل لي لقمه على السريع كده وما رضيتش ازعجك عشان تعملي افطار. اقعدي 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 افطاري. انا مش عاوز افطر. بص بقى يا مروان، انا عاوزه فلوس اللي عندك، وبعدين انت ممكن تفهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه؟ وانا سايبني كده عامله زي الشحاته. بس ما تقولي ازاي. يا حبيبتي انت تأمري وانا عليا التنفيذ، وبعدين في شعار في العالم دلوقتي بيقول لك انسى الكاش، لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معايا على اني فيزا. اطلبي وانا اجيب لك. لا يا سيدي شكرا، انا بقى فقريه، عاوزه امسك الفلوس كده ورق واحسها واصرفها. ماشي يا فقريه ماشي. في 10,000 دولار جوه في الدولاب، خشي خديهم. 10,000 دولار بس؟ ده غير سهره في مكان انا وانت الليله دي تحفه. طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول المحل، عشان انا شفت فستان هناك عجبني وعاوز اخد رايك فيه. يا حبيبتي انت من احلى 10 اذواق في حياتي شفتهم، انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني، لان الفكره عندي في الحشو في الحشو. الله، اقوم الحق اخد الفلوس احسن تغير رايك او تدخلني في عمليه من بتوعك وتخسرهم لي. اقوم الحق. دلوقتي الراجل معاه العنوان التفصيلي اللي مروان ونجوان قاعدين فيه. اشرب يا بوزازة. لا دي قنينة، النينة. مش ضروري يا بابي كل مرة تفكرني ان مروان ونجوان دلوقتي مع بعض، انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي. بس عادي، هي الزبالة ما بترميش غير مع الزبالة اللي زيها. يا سلام، وكان حد قالك تختاريه؟ خلونا في اللي احنا فيه، المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى؟ هو حضرتك فعلا ناوي تدفع لهم 5 مليون جنيه؟ 5 مليون ايه؟ 5 مليون عفريت ينططوه. يا امي عفريت حبيبتي. لا يا روحي، مش عفريت ولا حاجه، ده دي حاجه بتيجي اصرف. نو واي يا هايدي، بجد ايه الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ من عاشر الام. لا طبعا مش هدفع له 5 مليون. منين انا حيلتي 5 مليون؟ هم 50,000 100,000 اعكمهم له في ايده ويتفلق بيهم هو. المهم يا بابي، هتعملوا ايه بالعنوان؟ هتروحوا يعني تضربوه وتتخانقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه؟ مش مهم العنوان، المهم ان ناخده من الزفت ابو نجوان ونديه لنادر ونشوف نادر هيتصرف ازاي. نادر برضو يا عمي، نادر تاني. قلت لك 100 مره نادر ده انا اللي مربيه، وانا واثق ان نادر هيعمل اللي في صالحنا احنا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا 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 أهلا. صف الله عظيم، أنا عاوز أقول حاجة. اتفضلي يا فندم اتفضلي. إيه حكاية اسم النجوان اللي منتشر على فجأة ده؟ كان في ولية غلبانة بتشتغل في المستشفى اللي كان فيها هما خطيب، قصدي براهيم، كانت بتلم الزبالة وتمسح وكده، وكان برضك اسمها أم نجواه. أنت مش امبارح طردتيني من أوضتك؟ بتحشري نفسك ليه في اللي مالكيش فيه؟ مش كل واحدة اسمها أم نجوان الزفت تبقى نفسها اللي أنت تعرفيها. إيه ده أنت عبيطة بنت ولا إيه؟ وكمان يعني حزينة ومنكسة مفكراني بلعت لساني؟ ما تولعي، حق علاني بركز معاكي في اللي أنا فيه ده. استنوا يا جماعة، أم نجوان برضو شغالة في مستشفى، أنا رحت لها. كوريا. كوريا؟ غريبة إن الأنسة كوريا تعرف أم نجوان. مالك؟ استنيها تفتح.